بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، لحظات جميلة مميزة دائما في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق هنا على أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس وهيل الهلال بن سعيد الهلال الخاطري، وفي المركز الثاني صوغة راشد بن مصبح الراعي اليماحي، ثالث المراكز هناك من الجانب الآخر ضغط لحمد بن مفتاح بن حمد الشيبالي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع شوي 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 اللي في المركز الرابع شاهيني سالم بن أحمد محمد الشحي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. ما شاء الله يا الخاطري، يا سلام عليك يا الخاطري، ويا سلامي على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي تقدمه هجرك هنا على أرضية هذا الميدان. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق، نتمنى لك الناموس هلال بن سعيد بن هلال الخاطري. ما شاء الله مسيطرا على المركز الأول وصامدا على مقدمة هذا الشوط مع شواهين المركز الثاني هناك من الجانب الآخر المركز الثاني. أيها الإخوة أيضا حاضرة اللي وصلت فوق راشد بن مصبح الراعي اليماحي، أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب ثالث المراكز مع الشاهينية، المركز الرابع شواهين المبارك بن خاتم بن مبارك من حيث الشتبي، ولكن اليماحي اليماحي ما له إلا المركز الأول، ما له إلا المركز الأول، ما يرضى إلا بالمركز الأول. سلامي عليك يا اليماحي، سلام عليك يا اليماحي راشد بن مصبح الراعي اليماحي، مالك صوغة، يلا يا راعي صوغة، يلا يا اليماحي، انتهى الكثير ما بقى إلا القليل. أظني السلامات إلى هالرأس الخيمة، إلى هالرأس الخيمة، سلام سلام مالك صوغة، سلام راشد بن مصبح الراعي اليماحي. تقل دارك المركز الثاني الهلال بن سعيد بن هلال خاطري، المركز الثالث أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، المركز الرابع مبارك بن خاتم عن اجتبي. التوقيت الزمني ما شاء الله أقول دقيقتين 20 ثانية 95 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.